وحسن الاستضافة وبارك الله. مرحبا مرحبا. أول سؤال لما راح يكون من عندي هو الناس كي يسمعوا نادي الاقتصاد الإبداع والتميز ومن بعد مباشرة نسمعوا وراها مخرجات السينما، كيفاش يعني راكم تربطوا بين كلمة اقتصاد ومخرجات السينما وعلى ماذا يعمل النادي في ربط هذا يعني المجالين؟ تفضلوا. ليك الفضل. احنا نادي الاقتصاد للإبداع والتميز هو نادي علمي ثقافي بجامعة باتنا واحد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والعلوم السيادة. احنا حاليا الهدف تاعنا في النادي هو نحاولوا دائما نكون عندنا دي تيماتيك جدد في الجامعه او في الكليه. نعم. كما خدمنا الاقتصاد السياحي حاولنا نخدموا الاقتصاد السينمائي، كيف انه مهرجان ام الغاسن السينمائي الدولي، بما انه استغلينا الفرصه انه كاين مهرجان دولي في ولايه باتنا، بغينا نعرفوا كيف المهرجان هذا يساهم في صناعه السينما وكيف يساهم اقتصاديا في تطوير الصناعه السينمائيه. نعم. هذا هو الهدف تاع النادي اللي خدمنا الملتقى الاقتصاد السينمائي. جميل. أيوب، لما نتكلموا على ملتقى راح يكونوا فيه حاضرين شخصيات ربما الناس تاع المجال هذاك، حتى تعرف الشباب وتعرف الطلبه اللي عندهم اهتمام ورغبه في الولوج لهذا المجال، فشكون هما الشخصيات ربما اللي درتوا تنسيق معاهم تعاملتوا معاهم حتى تنظموا هذا الملتقى؟ يعني احنا معظم الملتقيات اللي نحضروهم اني نديروهم مع خارج الجو البيداغوجي خارج الجامعه. الطرف الاخر اللي كنا احنا متفقين معه هي محافظه المهرجان. يعني احنا وخدمنا معهم من قبل. طيب. خممنا ان نديروا نربطوا بين الجامعه والمهرجان الدولي امدراس مادام متواجد في ولايه باتنا. جميل. فكرنا في مادام احنا نادي اقتصاد الابداع والتميز، خممنا انه انتو شوف الدومان تاعنا في الاقتصاد. ممتاز. ومادام جاينا ممثلين ايا خيرنا نديروا اقتصاد سينمائي. نعم. هذه ال جميل جدا. بما أن الملتقى تاعكم نظم على هامش يعني مهرجان إم الغاسن كما سبق وقال زميلي صلاح، فكيفاش كان يمكن ردود هذاك المهرجان على الملتقى تاعكم؟ هل زاد دفعة أكثر ولا هل زاد بعض من أعضاء النادي يمكن اللي كان يعني قد جذب اهتمام يمكن الكثير للالتحاق بالنادي تاعكم؟ أكيد هو حاليا هذا الملتقى الثاني، لأنه الملتقى الأول كان العام اللي فات في النسخة الثانية للمهرجان، والملتقى الأول طبع علينا كان اسمه الرواية والسينما، هذا الاقتصاد السينمائي. الخطرة هذه كان مع محافظة المهرجان، تلقى كما نقولوا قبول من طرف طلبة، وبما أنه نجاح الطبعة الأولى للملتقى اللي اسمه الرواية والسينما بغينا أنه نزيدوا طبعة ثانية اللي هي الاقتصاد السينمائي. غيرنا المحتوى ولكن في نفس السياق. كان طلبة كانوا متحمسين لهذا الملتقى لأنه التقاء مع وجوه فنية واحتكاك مع خبرات في الواقع، وكان فتح نقاش مع الفنانين، سمى لأنه هذه الفرصة لا تعطى للطلبة كثيرا خاصة في جامعة باتنا. هذا الشيء حمس الطلبة على هذا الملتقى وكانوا منتظرينه بشدة. ممتاز. شباب، طيب كيقولوا اقتصاد سينمائي، هل رانا نتكلموا هنا على ميزانيه انتاج ولا تحضير افلام ورشات؟ واش كلمه نتكلموا على اقتصاد سينمائي، انتم واش قدمتوا للطلبه؟ احنا قدمنا لهم، احنا كما نقولوا احنا الاقتصاد السينمائي كان اسمه ملتقى الاقتصاد السينمائي صناعه وافاق. احنا كنا نحاولوا نسلط الضوء على الصناعه السينمائيه. الصناعة السينمائية خاصة في الأفلام المشاركة في مهرجان إم الغاسن، على كيفية الميزانية تاع الأفلام، كيفية إنتاج هذه الأفلام، كيف يمر الفيلم بمراحل الإنتاج، وما هي عائدات هذا الفيلم. احنا سمحونا وفتحنا النقاش لكافة الطلبة باش يعرفوا على كيف يعني عوائد هذه الأفلام على الاقتصاد. جميل. جميل. نعم. وهل أنت يعني في نظرك كشاب وكمهتم بالفن والسينما الجزائرية تشوف أننا ارتقينا لمستوى الاقتصاد السينمائي ولا تشوف اللي رانا وصلنا مازال رانا في الطريق؟ رأي حاليا باش نكونوا رأي اسمه صريح، كي نقارنوا الجزائر كما نقولوا بالصناعات السينمائية الكبرى، هوليوود ينتج ما يقارب 800 فيلم في العام. بوليوود 1000 فيلم. بوليوود زوج افلام في النهار. 1000 فيلم في العام. الجزائر ما نروحوش لبوليوود وهوليوود، يعني تونس الشقيقه. صح. تونس مصر. مصر. الصناعه السينمائيه في مصر. احنا رانا نحاولوا خاصه بهذه المهرجانات اللي راهي تحاول انها تساهم في صناعه السينما. صحيح. نعم. ايوب، رايك؟ كاين اسباب ما خلتناش يعني نوصلوا لهذو في خلال هذا الملتقى. من عده الاسباب هذو غياب المدن السينمائيه، يعني كل كيما تونس الشقيقه هذا لازم وهذا لازم، وعندنا في كل بلديه دار سينما لكن ما سلطوش عليها الضوء وما خلاوش يعني
ماشي يحفزوا في الشباب يعني والناس اللي ملتمه بهذا. لا ما نروحوش بعيده، يقولوا الكبار اللي نعرفوهم في الثمانينات في التسعينات لما تمر على حي تلقى فيه 7-8 دور عرض وسينما، اليوم تلقى ربما اذا قلنا سينما وحده في في, في بلديه وسينما وحده اللي تليق في ولايه، رانا بعاد على هذا الشيء ربما. لا لا نعم بعاد بزاف الصناعه السينمائيه حاليا، رانا بعاد عليها بزاف. ممكن كاين نقدروا نستثمروا في هذه السينما. لهذا ربطنا الاقتصاد السينمائي، لانه كيفاش استقبلت جامعه باتنا هذا الاقتراح وكيفاش رحبت بهذا النادي، وهل كان عندكم دعم من الجامعه؟ هو الدعم الجامعة كان باش نكونوا صراحة دعم تام، لأنه مدير جامعة باتنا واحد كان دعم الملتقى الأول اللي هو اسمه الرواية والسينما، وكي سمع بلي أنه راح يتندار ملتقى ثاني هو الاقتصاد السينمائي دعم وعطانا الرعاية التامة لهذا الملتقى وبريزون شارج توتال. يعني جميل. مدير جامعة باتنا كان من المؤيدين لهذا الملتقى من كل الجوانب. ممتاز. طيب شباب واش خرجنا من هذا الملتقى؟ توصيات لهذا الملتقى؟ لا واش خرجنا يعني الفكرة اللي خرجنا بها من هذا الملتقى، لما خلاص الملتقى الشباب اللي خرجوا منه اللي كانوا حاضرين ولا ربما الناس بواش خرجوا، شنو هي الأفكار اللي خرجوا بها؟ أبرز الأفكار يعني اللي خرجوا منها أنه أستاذ ولا الفنان اللي جاك ويحكيك كيف العوائق ولا الحواجز اللي فات عليهم هو نحاو هما واحد الغموض هك وما بات لهم أرواح برك ليه ليه وتولي فنان كبير. هو كيحكي لك اللي كيف البيريود اللي فات وكيف عاشوا منه، تما الانسان كيقول لك نقدر انا نعاود نستطيع مالغري هما عاشوا في وقت صعيب على تاعنا حنا. أيه. حنا الوقت تاعنا هذا مع العشرانا هذه والتكنولوجيا عندنا فرصه كبيره كون نستثمروها نبانوا يعني خير منهم. وباش نضيف على زميلي، انا كي كملنا جاوني طلبه دوكا حابين يدخلوا المجال الافلام القصيره، راهم حابين ينتجوا افلام قصيره في الجامعه ويشاركوا بها في المهرجانات، لانه كاين مهرجان للطلبه، مهرجان الفيلم القصير خاص بالطلبه، بغاو يشاركوا في المهرجانات لانه كيحتكوا بالخبرات وسمعوا سما كيفاه التجارب تاع الناس، بغاو يحاولوا انه يدخلوا لهذا المجال ويبداو كما نقولوا الحاجه تبدا صغيره وتبدا تكبر شويه، هما هكاك هما بغاو يبداو يدخلوا منتجين او مخرجين ويكبروا. وانتم راكم شباب ما عندكمش خبره كبيره ربما في هذا المجال، ولكن محتاجين الناس اللي عندها خبره في هذا المجال حتى نفهموا هذا المجال اللي هو كبير خاصه. تفضل. نشكركم بزاف وندعمكم دائما مع برنامج كما ديما نقولوا صباح شروقي دعم هكذا مواهب وهكذا شباب ان شاء الله اللي يروحوا لما لا بالسينما ولما لا يولي عندنا اقتصاد سينمائي يوما ما.